قام وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني بزيارة رسمية لمقر الأمم المتحدة في مصر، وذلك في إطار خطوة تعكس التزام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتعزيز التعاون الدولي والمحلي. تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون بين التحالف الوطني ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، كما تستهدف الزيارة تسليط الضوء على الأهداف والرؤية الاستراتيجية للتحالف ولبرامجه المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل الاجتماعي في مصر.